السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. كل اللي مطلوب منك يا برج القوس، علشان انت داخل على فتره عظيمه، ان انت تهدي اعصابك الفتره اللي جايه جدا، وما تخليش اي حد يعصبك ولا اي حد ينرفزك. وهنشوف مع بعض التوقعات بتاعتك والتبشرات وكل اللي هيظهر معانا في قراءتك النهارده، هنتكلم فيه مع بعض وبالراحه، بس ركز في القراءه. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه يا برج القوس، انت من الشخصيات فتاة القوس. هتكلم بس عن فتاة القوس كده ملخص بسرعه. فتاة القوس طيبه جدا، وفيه، صديقه، صاحبه، جدعه، بنت اصول، بنت اصول، ما بتعرفش الخداع ولا اللؤم، بس اللي بيجي لها على سكه ما بترحموش، ما بتعرفش ترد الاسيه بالاسى، بس لما بتحب تنتقم من حد بتتجاهله تماما، ما بتعملش بلوك لحد. عنيده جدا، متسرعه، بس لما بتتخانق واتخانقت مع حد ما بتحبش تعمل له بلوك. ليه؟ عشان بتقول له انا هسيبك، اتجاهلك، التجاهل هيقتلك. طيب خلينا نشوف حياتك العاطفيه يا برج القوس. فتاة القوس دايما مهمومه، وزي ما قلنا فتاة القوس دايما ما عندهاش حظ في العلاقه العاطفيه. عارفه ليه؟ علشان انت انيقه، انت جميله، انت من داخلك طيب، وبالتالي بتثق في الناس بسهولة، وده بيخليكي تاخدي أكبر خوازير من أكبر الأشخاص. طيب من فترة كنت متعرفة على حد بحرف الألف وانفصلته، بحرف الألف وانفصلته على السوشيال ميديا أو في العام وانفصلته. علاقاتك كتير، انت مش معنى ان علاقاتك كتير انت بتحب العلاقات، لأ، انت بس حظك قليل حظك قليل في الحب. فتاة القوس حظها قليل في الحب، وعشان كده لما حد بيدخل حياتها بتتعرف عليه بتلاقيه مش كويس، بتنسحب تماما. حظها مش لاقيه لحد الان. بالنسبه للناس العزاب فانا شايفه لكم فرحه جديده، والله اعلم الفرحه دي هتكون فرحه خير، اذا كانت فرحه خطوبه او جواز او فرحه انتصار او فرحه نجاح. ان شاء الله باذن الله عندكم فرحه. الناس المتجوزين ليه دايما في مشاكل؟ ليه دايما حاسين ان انتوا حياتكم متلخبطه؟ عندكم نفور بينكم وما بين الشريك، مفيش حاجه بتكمل، من وقت للتاني بتحسوا بخنقه كده غير طبيعيه مع الشريك، بتحسوا ان الشريك في علاقه ثالثه، وبالفعل احساسكم في محله، الشريك فعلا في علاقه ثالثه، واحده ست عامله له سحر، واحده ست مش كويسه، واحده ست خبيثه، وخلوا بالكم منها كويس جدا. انتوا ما تعرفوهاش او تعرفوها بس مش متاكدين، بس عايز اقول لكم التسع عيون اللي في حياتكم دول ناس مش كويسه، ناس خبيثه جدا 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 يا برج القوس. برج القوس، انت السنين اللي فاتت من عمرك كلها كنت مهموم وحزين وحاسس بالوحده، بس حاليا بدات تركز على هدفك، وحاليا حان وقت ان انت تحط هدفك قدامك وتعرف انت عايز ايه. داخل في مشروع، انت يا برج القوس انت حاليا بتفكر في نجاحك وبتفكر في سعادتك، داخل في مشروع في حياتك، عايز تبني مستقبلك، عايز تشتري عربيه، تشتري بيت، تشتري مكان، عايز تشتري هدوم، الله اعلم، بس انت في حاجه بتفكر لها اليومين دول وعايز تشتريها. بص يا برج القوس، عايز اقول لك ان انت تحصن نفسك اول باول، وكمان الايام ايام العيد اللي جايه عليك دول تحصن نفسك منها كويس جدا جدا جدا، علشان ايه؟ علشان المشاكل، وعشان خاطر محدش يرغبط حياتك زي ما انت فاكر، ومحدش يا دايما يكون عامل لك مشاكل في بعض الامور اللي فيها عراقيل في حياتك. وكمان يا برج القوس، اللي يسيبك بمزاجه ما تحاولش ترجع له، علشان انا شايفه ان انت حد من اللي هو سابك وسابك فجأة، حد هيبقى عايز يكلمك، ويعتذر لك. لا تقبل الاعتذار يا برج القوس، لا تقبل الاعتذار، علشان لو قبلت الاعتذار هتاخد يومين مبسوطين، هتاخد يومين مبسوط، وهترجع تاني للمشاكل وللزعل، هتدخل في مرحلة انهيار. طيب انت اكتشفت حقيقة الشريك، اكتشفت خيانته، اكتشفت خداعه، اكتشفت ان هو ناس مش كويسة. طيب مين اقرب الناس ليك اللي هم من دمك ولحمك؟ اقرب الناس ليك من دمك ولحمك، هم اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هم اللي اكلوا حقي، هم اللي ظلموني، هم اللي فرقوا بيني وبين اولادي، الله اعلم.
طب انت ليه حاسس ان حياتك متبهدله وحياتك واقفه رغم ان انت عندك انفراجات حلوه وحاسس ان انت عندك كذا حلقه حلوه؟ انت بدات تركز على حالك علشان انت الفتره اللي فاتت دي كنت حاسس ان حياتك متلخبطه، يعني عندك حاسس ان حياتك متلخبطه. انت يا برج القوس الفتره اللي فاتت دي كنت حاسس بتعب رهيب، حاسس بارهاق غير طبيعي، حاسس ان وشك بدا يتغير، يطلع لك حبوب، وشك تحس ان انت كبير في السن، بقيت تقف في المرايه ما تعرفش نفسك. بس انت حاليا بدات تركز على نفسك قوي، بدات تركز على اهدافك وعلى طموحاتك وعلى مستقبلك وعلى اللي انت عايزه في حياتك باذن الله. انا شايفه لك امور حلوه جدا، شايفه لك خير، شايفه لك امل في الحياه، شايفه لك كذا امور حلوه جدا. وعندك حد او انت يا برج القوس هتقف منصور بعد فتره من الفترات وهتتخطى المشاكل دي كلها وهيبقى عندك نصره وعندك سعاده وعندك قلب مفتوح. بس انا عايز اعرف تاني مين التسع عيون اللي في حياتك دول يا برج القوس؟ انت انفصلت او حصل انفصال بينك وبين الشريك بسبب سحر، بسبب سحر، بسبب سحر يا برج القوس. وانتبه كويس جدا من اهل الشريك، اهل الشريك مش عايزينك، اهل الشريك ناس مش كويسه. طيب انت فعلا منتظر ورقة، منتظر ورقة وفي ارض بيتك مش مرتاح، في ارض بيتك مش مرتاح ومنتظر ورقة في المحكمة او ورقة في الدولة والله اعلم، بس انت في ارض بيتك مش مرتاح وعشان كده عايز تطلع من البيت باي وسيلة، مش حابب ان انت تكمل في البيت ولا تقعد في البيت، عايز تطلع منه باي وسيلة عشان خاطر انت حاسس ان حياتك متلخبطة. طيب العلاقة العاطفية تحاول تحسنها، تحاول تحسنها وتحاول تحسن امورك عشان اللخبطة اللي انت فيها دي، وتحاول ان انت تقرب من ربنا وتدعي ربنا يفك كرب الناس المسجونين، الناس المريضة اللي عندك. حد توفى عندك يا برج القوس الفترة من حوالي فترة كده ولحد الان قلبك في نغزة عليه، لحد الان في نغزة في قلبك بسبب الحد اللي هم توفى عندك. طيب يا برج القوس السرقه اللي حصلت لك دي عايز تعرف عندك تعويض ولا لا؟ احب اقول لك ان انت عندك تعويض، وتعويض حلو جدا 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 من عند ربنا. حالتك النفسيه حاول تحسنها، حاول ان انت تدخل في طاقات ايجابيه وابعد عن الطاقات السلبيه، حاول تحسن حالتك النفسيه عشان تدخل في حاجه كويسه في حياتك، حاول ان انت تغير من نفسك وتغير من طموحاتك اللي في الحياه، الحاجه اللي تعباك دي حاول ان انت تبعد عنها، عندك تغيير جذري في حياتك. انت يا برج الكوس وشك بشوش، وشك بسوس، وشك بشوش. انت من كام يوم صحيت لقيت في جسمك علامة غير طبيعية صح؟ لقيت علامة كده بسبب حاجة قرصاك، من سبب الزعل الله أعلم، بس انت صحيت من النوم لقيت علامة غير طبيعية في جسمك ومش عارف العلامة دي بسبب ايه او ايه نظامها او اي حاجة، انت صحيت بس لقيت علامة في جسمك. شايفة كمان يا برج القوس ان انت من كتر الهم والحزن اللي جوه قلبك عامل لك نغزة غير طبيعي، عامل لك نغزة غير طبيعي ولحد الان بتعاني من كل النغزات اللي في قلبك. شايفه ان اقرب الناس ليك هم اللي هو اللي متوفي يا برج القوس، اقرب الناس ليك هو اللي متوفي. انا عايزاك يا برج القوس تشغل الرقيه الشرعيه وتسمع الفيديو اللي قلت لك عليه موجود على القناه للسحر، عشان الفيديو ده حلو جدا هيديك طاقه ايجابيه في حياتك. الحاجه اللي تعباك جسديا ونفسيا دي حاول تغيرها وحاول تطلع منها. بلاش تامن للناس يا برج القوس بطيبه قلبك، بلاش تامن للناس بطيبه قلبك، انت من كتر ما انت بتدي الناس اللي مش كويسه خير صدقني نكرين الجميل، نكرين الجميل. حاول توفي بالنذر اللي عليك، حاول توفي بالنذر اللي عليك، ومش دايما تبين اناقتك وجمالك ورشاقتك، لا مش دايما. انت من كتر التعب الجسدي حياتك متلخبطه، حاسس ان انت ما بقتش قادر تقف على رجليك تاني رغم ان انت عندك ارض صلبه، رغم ان انت عندك ارض صلبه. بتحس من وقت للتاني ان انت بتبقى واقف كده يا برج القوس وبيروح جايه لك دوخه غير طبيعيه صح؟ بتحس ان دماغك دايخه ومش قادر فبتروح ساند على الحيطه. لا انا مش عايزه كده يا برج القوس، انا مش عايزه كده، انا عايزاك تكون حياتك غير كده خالص، عايزه يكون عندك امور حلوه وعندك تحسن في حياتك، مش عايزه لك طاقات سحر تخش بيتك. انت بتطلع من البيت، بتطلع من البيت مبسوط، بتطلع من البيت مبسوط، بتدخل البيت مع حزين ومهموم. شايفه لك كمان يا برج القوس ان انت ماشي في طريق ضلمه،
ماشي في طريق ضلمه وفي حد هيدعمك وهيساعدك، وعندك عصفوره هتجيب لك رساله، بس احذر من قبول المكالمه اللي هتجيلك. عندك حد اخد منك اعز حاجه يا برج الكوز، حد اخد منك اعز حاجه. مين الشخص اللي كان في حياتك وكنت دايما بتحاول ترضيه حتى على حساب نفسك؟ شخص في حياتك كنت دايما بتحاول ترضيه حتى لو على حساب نفسك. في بومة عندك مركزة في حياتك اكتر ما انت مركز فيها، واحدة مركزة في حياتك اكتر ما انت مركز فيها. عندك عملية او انت حد في بيتك ناوي يعمل عملية. طيب مين الشخص اللي في بيتك عامل عليك رقيب؟ الشخص اللي في بيتك عامل عليك رقيب. بص يا برج الكوس، رغم المشاكل والتعب والظلم اللي انت فيه، رغم ان انا عايزه افرحك ان انت في كل التعب ده كله هتقف على ارض صلبه وهتكسب وهتعدي كل المشاكل اللي انت فيها. عندك نجاح في نجاح باذن الله. بلاش تقول انا حياتي واقفه، عشان انا شايفه لك امور حلوه وشايفه لك خير وشايفه لك انطلاقه جديده ورحله. بس انا عايزه احذرك من التسع عيون اللي في حياتك ومن حرف الام، وكمان من البومه اللي مركزه في حياتك قوي، ومن المكالمه اللي هي هيبقى عايزين يعتذروا لك. بس لا تقبل الاعتذار، اوعى تقبل الاعتذار، هتندم ندم شديد جدا وهتخسر كتير. وفي ناس هنا ضدك، في ناس هنا ضدك، ناس واقفه بينك وما بين تحقيق هدفك وحلمك. انت ما بتحبش حد يتدخل في حياتك، ما بتحبش حد يتأمر عليك، ما بتحبش حد يتكلل يعني يقلل من شأنك، وعشان كده ممكن تنسحب من اي حد. يعني انت لو حسيت ان انت تقيل قاعد في قاعدة وتقيل على حد، بتنسحب من غير ما تفكر ولا تتردد في اي كلمة. فما تقلقش، بس عندك اخوة بيراقبوك، عندك الفترة دي شك في حاجات كتيرة جدا، فياريت تهديلي نفسك. ولو انت خايف على حد ما تخافش، ربك معاك، وطول ما ربك معاك صدقني هيقف معاك وهيساعدك وهيطلعك من الخزلان والصدمات اللي انت فيها حاليا. في هنا عياط، في عياط في حياتك ليه؟ في كلام كتير عليك، مش قلتلك هديلي بالك وهديلي اعصابك؟ الايام اللي جاية فيها خير، انت بس مشكلتك ان انت تعبان الايام دي ومخنوق خنقة كبيرة. ما تقلقش، عندك اثبات وجود، والايام اللي جاية هترتاح من الهم اللي انت فيه، وهتطلع من طاقات سلبية كتير، وناوي على تغيرات حلوة، والتغيرات دي هتكون من نصيبك. ناوي على فرحة، والفرحة دي هتكون من بعض الأمور عندك في حياتك. بس بلاش الغيرة اللي في موجودة، انت بتغير على الشريك، بتغير على حد مقرب من حياتك. انت كل اللي مطلوب منك ان انت ترسم لحياتك شكل مختلف وتغير من نفسك وتحصل لنفسك اول باول. عندك حد هنا تعبك، طفل تعبك، بنت تعبك، في حد عندك هنا تعبك نفسيا، وكل يعني انت واقف معاهم بس هم تعبينك نفسيا جدا ومخلينك بتعاني. هنا في لقاء، عندك لقاء حلو، يعني اللقاء ده هتكون انت مستنيه على نار الفترة اللي جاية، عشان انت هنا مستني حاجات كتير. طيب قولي هنا ايه الحب الكبير اللي في قلبك ده؟ هل ترى لمين؟ في حب كبير، يعني انا شايفه لك حب وراحة. ولو انت مش مرتاح في ارض بيتك، الايام اللي جاية هترتاح. ولو انت ناوي على سفر، فانت عندك سفر، تفائل. بس انت عندك حسد شديد وعين قوية، وعشان كده دايما كل ما بتقعد على سريرك كده وبعد ما تسرح شوية بتلاقي حرارة في جسمك،
حرارة في جسمك كده وظهرك بيوجعك جدا، يا ريت تخليلي بالك من القريب. انت زي ما قلت لك الفرح اتأخر عنك، فالايام اللي جاية هيتبدل وهيبقى عندك فترة ازدهار من نفسك، ثقتك بنفسك هتزيد، اخبار حلوة، كلام حلو، في ناس هنا حيين موجودين على ارض الواقع وانت اعتبرتهم ميتين. يعني في ناس عندك هنا حية وانت اعتبرتهم ميتين علشان اتخذلت منهم وتعبت ومش قادر تعافر ولا تجاهد زي الاول، ما بقاش عندك حاجة، فما تقلقش، في راحة حلوة جدا هتحصل لك الايام اللي جاية. الراحة دي هتكون خير ليك، هتسد منها ديون، هتستعيد ثقتك بنفسك، هتستعيد نشاطك، هتبدأ حياة جديدة، بس بعيد لي عن الكركبة. في حاجات كتيرة جدا بتحصل لك وده بسبب العيون اللي موجودة ورشقالك في حياتك بطريقة كبيرة، فانفراجات من بعض الضيق والخنقة والتعب النفسي، فما تقلقش، انت عندك انفراجات وعندك حب، والوسواس اللي مش سايبك في حالك، الوسواس تغيير افضل الفترة اللي جاية، هيكون في تغيير حلو، في دعم حلو من اشخاص كتيرة جدا هيقفوا في حياتك، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيبعت لك الشخص اللي يجبر بخاطرك جبرا تاما. عندك دوامة وحيرة ناوي تطلع منها بالتغيرات اللي هتكون موجودة في حياتك. عندك رزق بس قدامك طريقين او خطوتين، مجرد ما هتخطيهم هيجي لك رزق من حيث لا تحتسب، بس ابعد لي عن التوتر وعن الحيرة وعن اي مشكلة ممكن تضايقك او تخنقك باي اطراف اخرى. طاقة فرح، طاقة حب، تغيرات جذرية هتحصل لحياتك، بس احذر لي من الغرابين اللي هم دايما بينقوا عليك. عندك شخص كبير في السن، الشخص ده دايما بيحكم بالعدل، دايما بيحكم بان هو يكون عادل. في كمان هنا حكم هيصدر منك انت او قرار هتاخده، القرار ده هيكون حاسم. رغم الهموم والتعب النفسي والجسدي والمشاكل اللي انت بتعاني منها، رغم ان ربنا بيحبك جدا وواقف دايما معاك، حاسس بخنقة وحاسس بكركبة، خنقة وكركبة، حاولت تعمل حاجات كتيرة جدا وفشلت بسبب العين. في هنا ناس بيضحكوا في وشك وبيقدموا لك الخير بس هما من وراك تعبين. اتظلمتوا من اقرب الناس ليكم وشفتوا الحقد والغل فيهم وسكتوا وقلتوا مش مشكلة ربنا يصلح الحال، فعندكم هنا طعن، اتطعنتوا اكثر من مرة من اشخاص كتيرة جدا مقربين في حياتكم، والمشكلة اللي عندكم دي هتتحل بإذن الله عشان عندكم انفراجات. ليه دايما حاسين بالوحدة؟ يعني رغم ان انتوا فعلتوا الخير بس دايما حاسين بالوحدة، حاسين بالتعب الجسدي والنفسي. الايام اللي جاية هتكون حصدا تاما لبعض الامور عندكم، وفي هنا طاقة بينك وما بين الشريك تعب بطريقة كبيرة لدرجة انتوا بتفكروا في الانفصال او بتفكروا ان انتوا تغيروا الحال. في هنا طريق ضلمة، في عتمة، الطريق ده ربنا هينوره لك من عنده، مهما تعمل ومهما تفكر فبلاش ترهق نفسك في التفكير الزايد عن حجمك. حمل، زواج، عقد جواز، الله اعلم. تعبين بطريقة كبيرة، يعني دايما عايزين يأذوك، دايما بيأذوك، ما تقلقش انت، بس الحسد هو اللي مسيطر عليك
وهو اللي تعبك نفسيا. ان شاء الله باذن الله المواضيع اللي عندك وشغلاك دي هتوصل لهدفك، عشان انت تعبت ومخنوق ومتضايق من اطراف تالتة بتتدخل في حياتك، لدرجة ان انت فقدت ثقتك بناس كتيرة جدا، فقدت ثقتك في اقرب مليك، حتى في شريك الحياة لقيت الغدر ولقيت الخيانة لقيت المشاكل. فلو انت بتدور على شغل فعندك طاقة حب في الشغل، يعني هيكون عندك شغل جديد، فرحة جديدة، الحاجة اللي بتحطها قدامك بتوصل لها بتوصل لها. فما تقلقش، حاجات كتيرة جدا هترجع تتظبط، حاجات كتيرة جدا هتتحسن، امور كتيرة جدا هتحصل في حياتك هتديك طاقات ايجابية. بس خلي بالك من الغيرة، غيرة غيرانين منك وحاقدين عليك وبيتكلموا عليك في طاقاتك السلبية. فما تقلقش، عندك هنا خبرين، خبرين هيفرحوك الايام اللي جاية. في هنا حد مخبي عليك حاجات كتيرة، شريك الحياة مخبي عليك حاجات، في حد في حياتك مخبي عليك بعض المواضيع، وطبعا الحاجات دي مضايقاك جدا وخانقاك. انت دايما عليك هنا كتلة، كتلة انفجار في حياتك. ما تقلقش، ربك هيستجيب لدعاويك، ربك هينصرك على من عداك علشان خاطر بيعملوا لك اسحار. بس ما تقلقش، الاسحار دي هتتقلب عليهم. عندك تقدم عريس في خطوبة او زواج، اهو عريس هيتقدم وهيبقى فيه امور. بس خلي بالك، عشان حتى العين صايباك، اتظلمتوا كتير، اتظلمتوا كتير، وحتى سوء اختياركم اتظلمتوا فيه، انتوا خدتوا اختيار اتظلمتوا. في زعلان هنا، انت زعلان على اطفال، نفسك في لم شم، نفسك تربح، بالك مشغول، ناوي على سفر، ناوي على هجرة، بس في كلام وفي عراقيل واقفة في وشك بينك وما بين تحقيق اهدافك. ياريت تصفي لي حساباتك وتعيد تفكر في نفسك بطريقة تانية مختلفة، عشان اعداء. اصبحت اقوى، اصبحت اقوى عن الاول، وعشان كده هيكون عندك بشرة خير. مستني مكالمة، مستني رسالة، مستني مواضيع تكتشفها، في حاجات كتيرة جدا مستنيها. بس بلاش طاقة الندم اللي في حياتك، بلاش طاقة الندم، وبلاش تعاند زيادة عن اللزوم، يعني بلاش العند اللي هو ممكن يضايقك ويخنقك. هديلي اعصابك، وياريت ترفع لي راسك لفوق، وما تخليش اي حاجة تهزك، ما تخليش اي حاجة تأذيك باي طريقة، عشان هما مستنيين سقوطك، قاعدين ومستنيين سقوطك. دايما بتشكي من معدتك، دايما بتشكي من معدتك بسبب العصبية. لو انت يعني ممكن يكون عندك الضغط، عندك سكر، عندك عرق نسا، عندك مشكلة فبتحاول تحلها او بتحاول تعالجها. هدي بس اعصابك، بلاش العصبية اللي على الفاضي وعلى المليان، وبلاش تاخد قرارات وتندم فيها. ياريت تهديلي اعصابك الايام اللي جاية، عشان خاطر التوتر والحيرة. وما تخليش اي حد يتدخل ويعمل لك مشكلة. انت مشكلتك ان انت قلبك طيب جدا، فيك حنية الدنيا، ما بتحبش تشوف حد ابدا محتاج حاجة وتقف مكانك. بالعكس، انت لو اخر حاجة في جيبك، اخر حاجة في حياتك، بتديها للاطراف الاخرى. عشان كده دايما مخدوع، ودمعتك قريبة، دمعتك قريبة جدا. اي حاجة ممكن تحصل ممكن تزعلك مع ناس، وعشان كده حصل كلام، اهو كلام زعلك. انت عايز تسافر، ولو انت عايز تسافر فانت هتسافر، فما تقلقش، عشان انت عندك قرارات حلوة، قرارات حلوة هتاخدها، في قرارات مهمة، في قرار هتاخده بقالك مدة بتشتغل عليه، في مواضيع هترجع تتفتح عندك،
فما تقلقش يعني، انا مش عايزه لك القلق علشان خاطر عندك راحة قلب قريبة جدا جدا. حياة هتبدأها هتكون نهايتها أولها صعبة، بس نهايتها فرج وجبر خاطر لحياتك. بس بعيد لي عن كل أذى واللي انت فيه. انت في حيرة من أمرك، قدامك مشروعين والمشروعين دول هيكونوا خير ليك، بس انت حاسس ان انت ما عندكش حظ في حاجات كتيرة جدا. ده بسبب بس العيون، في رابط صداقة، رابط حب هيبدأ عندك في حياتك الأيام اللي جاية، هيبقى فيه تحسنات. ولو انت ناوي على حاجة هتتم الأيام اللي جاية، عشان في أوراق هيخلص، والأوراق دي هتكون من صالحك انت، هتكون من نصيبك انت، فما تقلقش خالص عشان انت الحاجات اللي نفسك فيها تتحقق كلها. بس انت اهدالي وهدي اعصابك الفترة اللي جاية، علشان الطعن اللي انت فيه مش سهل. محدش حاسس باللي انت فيه، بالعكس هما بيتكلموا عليك وبيأذوك وطعنينك، طعنينك في حاجات كتيرة جدا مضايقاك انت وتعباك نفسيا. فياريت تهديلي بالك وتهديلي اعصابك. خلي بالك من مخالفات او من اصدقاء في مجال عملك مش حابلك الخير، ولا حابين ان انت تكون في نفس المكانة. وانا دايما اقولك احذر لي من صحاب اكلوا معاك عيش وملح في مجال شغلك، حاطينك في بالهم. ومش كده وبس، كمان ده هم عايزين يأذوك، يعني زي عاملين بالظبط زي الأذى، يعني بيأذوا ويتداروا، يأذوا ويتداروا، وانت من طيبة قلبك وان انت الأيام دي مش عارف تقاوم في الدوامة اللي انت فيها او في الحيرة اللي انت فيها، حاسس ان عندك توتر، عندك حيرة، عندك كركبة، عندك لخبطة في الأمور، ما عندكش استكمال في أي حاجة. وده بسبب العيون القوية اللي صايباك، بالحسد الشديد اللي واخد جزء كبير جدا من حياتك. وعلشان كده دايما بقولك ان انت عندك عراقيل، بس في نفس الوقت هيكون عندك اخبار سارة او مفاجأة من العيار التقيل، علشان انت منتظر حاجات كتيرة جدا ومنتظر رجوع حقك. وبإذن الله الشفاء والاخبار الحلوة تكون من نصيبك لوحدك.